السيسي يعقد اجتماع لاستعراض تقرير حول الحد الإرهابي برفح ومتابعة الأداء الاقتصادي. تشيع جثمين شهداء حادث رفح الإرهابي في جنازات مهيبة. القوات العراقية تسيطر بالكامل على الساحل الأيمن من الموصل ومقتل 37 من داعش. لكم مشاهدينا الكرام ونرحب بحضراتكم في مستهل بانوراما النيل، هذه التغطية الإخبارية الشاملة. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا ضم كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة. وقد أعرب الرئيس في هذا الإطار عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين، مؤكدا على ضرورة الانتباه وتوخي أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيرا إلى ما سبق وأن حذر منه سيادته من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية وأيضا آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا علاء رشوان. علاء، يعني هل لك أن تعطينا بشيء من التفصيل ما حدث النهار اليوم في اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين؟ نعم، بالإضافة إلى ما تقدم في الخبر الذي تلاه زميلي الدكتور علي، تصدر هذا الاجتماع مشهد الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع ضد جنودنا البواسل أمس وأسفر عن استشهاد نحو 25 أو 26 من أبطال القوات المسلحة، بالإضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ هذا الهجوم تحديدا 40 إرهابيا. استعرض السيد الرئيس الإجراءات الجارية الآن لملاحقة بعض العناصر الأخرى الحربة التي قامت بشن هذا الهجوم، وأعاد سيادته التأكيد مجددا على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على أمن ومقدرات الشعب المصري في خلال الحرب الضروس التي تقوم بها الدولة ضد عناصر الإرهابية، وأيضا في إطار المخططات التي تشن ضد مصر داخليا أو خارجيا لعرقلة عملية التنمية المستدامة التي أطلقت خلال الثلاث سنوات الماضية. الاجتماع أيضا شهد استعراض بعض التقارير الخاصة حول بعض الموضوعات التي تهم المواطن والشارع المصري، كان على رأسها تقرير عرضه السيد محافظ البنك المركزي حول التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. في هذا الصدد أكد محافظ البنك المركزي أن هذه الخطوة جاءت لضبط الأسواق وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين والحفاظ أيضا على القوة الشرائية للجنيه المصري. أيضا عرض محافظ البنك المركزي للتطورات الأخيرة فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات قال أنها غير مسبوقة منذ عام 2011. وفي هذا الإطار تم استعراض أيضا بعض الخطوات التي تقوم بها الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب مع محدود الدخل. نعم، أشكرك يا علاء. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الوافية، مراسلنا علاء رشوان من مقر الاجتماع. والآن مشاهدينا ننتقل مرة أخرى إلى هامبورغ بألمانيا، حيث ختام قمة العشرين وكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وهذه المناطق يمكنها أن تتعاون فيما بينها وأيضا مع الحكومة المركزية، فإذا استطعنا التوصل إلى ذلك فبإمكاننا تشكيل قاعدة جيدة للتقدم لحل الأزمة السورية بالأساليب والطرق السياسية. لقد تحدثتم عن التدخل في الانتخابات، وستكون الانتخابات في ألمانيا عندكم في شهر سبتمبر، هل ستتدخل روسيا في الأخبار الألمانية؟ وهذا السؤال استفزازي، وأنا قلت إننا لم نتدخل حتى في الولايات المتحدة، لماذا تخلقون هذه المشاكل؟ لدينا علاقة جيدة مع ألمانيا، وطبعا تعتبر إحدى الدول العظمى وطبعا في العالم، ولدينا مشاريع كبيرة ونحن نساندها، و هناك أيضا مناقشات كثيرة حول هذا المشروع، ولكن هذا الأمر واضح أو هذا المشروع يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي وألمانيا. إذن لم يكن يكفينا إلا أن نتدخل في العمليات السياسية. إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الألمانية والفرنسية فهي دائما تتدخل في شؤوننا الداخلية، وبما أننا واثقون من نفسنا فإن هذا الأمر لا يقلقنا. شكرا جزيلا فخامة الرئيس لإعطائي فرصة طرح السؤال عليكم. نريد أن نسألكم عن لقائكم بالسيد ترامب، وقلتم إنه لا بد أن تسألوا الرئيس ترامب. لا، يجب أن تسألوه عن موقفه، وفيما يخص ما حدث وما لم يحدث لم نتدخل، ولكننا لم نحصل على أي معلومات من البيت الأبيض، ونحن سوف نعطيهم أوامر. وهل من الممكن أن تقولوا ماذا قال بشكل ملموس السيد ترامب؟ لقد بدأ يوجه أسئلة مباشرة، وكان قد سأل بشأن تفاصيل، كنت قد أجبته بالتفصيل حسب استطاعتي، وهذا يتطابق تماما مع ما كان من الإدارة السابقة والرئيس أوباما، وأنه ليس من مصلحتي أن أتحدث عن الرئيس أوباما، وهذا في التجارب الدولية ليس مقبولا، ولا يفضل أن أتصرف من جانبي بأن أتحدث مع الرئيس ترامب حول هذا الموضوع. هو سألني وأنا أجبته، وسألني أسئلة كنت قد قدمت له الإجابة التفصيلية بشأنها، وهو كان راضيا عن تلك الأجوبة. نعود إلى موضوع تسريع النمو الاقتصادي، وكما نعرف فإن الحكومة قد أعدت خطة، ولكن تلك الخطة سرية، لا أدري لماذا. إذن استمعنا إلى هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب انتهاء قمة العشاء. كان هذا مشاهدينا جانبا من المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في ألمانيا. ونواصل بانوراما النيل.
ودع الألاف من أهالي محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج جثامين شهداء حادث رفح الإرهابي الذي وقع صباح أمس الجمعة إلى مثواهم الأخير في جنازات مهيبة، وشيعت جنازة الشهيد الملازم أحمد حسنين شاهين بقرية الخضرة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. وتقدم الجنازة مدير أمن المنوفية اللواء خالد أبو الفتوح، وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب الذي يستهدف أرواح رجال الشرطة والجيش، مطالبين بالقصاص العادل والوقوف خلف القيادة السياسية والجيش العظيم للقضاء على الإرهاب والعبور بمصر إلى بر الأمان. ومن جانبه نعى المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين استشهدوا فجر أمس في عملية إرهابية غاشمة نجحت القوات المسلحة في التصدي لها وإحباطها وتصفية ما يزيد عن 40 تكفيريا. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من الدقهلية مراسلتنا نادية النادي. نادية، كيف تابعت تشييع جنازات شهداء محافظة الدقهلية اليوم؟ اليوم طبعا وصلت حالة من الحزن الشديد والاستنكار لما حدث لهؤلاء الذين راحوا ضحية الاعتداء الغاشم بسيناء بالأمس. كان نصيب الدقهلية 3 جنود استشهدوا في هذه الاعتداءات الغاشمة بسيناء. وصلت الجثامين قبل ظهر اليوم إلى المنصورة، تم صلاة الجنازة بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية ورجال الجيش الذين حضروا مع الجثامين، إضافة إلى أبناء محافظة الدقهلية أعداد غفيرة حضرت منهم كانوا يرددون الهتافات ضد الإرهاب وضد الإخوان ومنادين بالقصاص للشهداء. وكان هناك أيضا مراسم الجنازة التي اتجهت بعد صلاة الجنازة من مسجد الناصر متجهة إلى النصب التذكاري، حيث قدم محافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية وقيادة المحافظة العزاء لأسر الشهداء الذين تلقوا الجسدين ليورثوا بأماكنهم أماكن تواجدهم، حيث أن هناك 3 من الدقهلية، 3 هم من ميت غمر والجمالية وأيضا مدينة المطرية، وتم الإعداد لهذه الجنازة لتكون تضم هؤلاء داخل مدينة المنصورة حتى يتم صلاة في نفس توقيت واحد. محافظ الدقهلية استنكر الحادث وأكد على أن مصر تحارب الإرهاب بشتى الطرق وأن هناك عملية التنمية تسير على خطى واثقة. أشكرك شكرا جزيلا نادية النادي مراسلتنا في الدقهلية. أدان مجلس الأمن الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في رفح أمس، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن البيان الصادر عن مجلس الأمن أكد على أن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. وشدد البيان على أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقديمهم للعالم عدالة. كما حث أعضاء مجلس الأمن كافة الدول على التعاون مع مصر لمحاربة الإرهاب. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقوف السعودية مع مصر وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها. جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها خادم الحرمين للرئيس عبد الفتاح السيسي في حادث رفح الإرهابي الذي وقع شمال سيناء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس. وقد أعرب خادم الحرمين في برقيته عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين العملين الإجراميين الآثمين، كما وجه فخامته للرئيس السيسي ولشعب مصر ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة السعودية صادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الحادثة الإرهابية الذي استهدف نقطة تمركز أمني جنوب مدينة رفح شمال سيناء، وأكد أبو الغيط تضامنه الكامل مع الدولة المصرية وقواتها المسلحة الباسلة في هذه المعركة الشرسة مع جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى للإضرار بأمن واستقرار مصر، مرتكبة الجرائم الشنعاء بحق المواطنين الأبرياء وأيضا ضد من يدافعون عن حمى وطنهم من عناصر الجيش والشرطة. تشارك مصر ممثلة في وزارة الخارجية في اجتماعات مجموعة الاتصال الاستراتيجي بالتحالف الدولي ضد داعش واجتماعات كبار المسؤولين المعنيين بمكافحة الإرهاب بالدول أعضاء التحالف التي تنعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 11 إلى 13 من يوليو الجاري. وصرح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع ينعقد عقب الإعلان عن حزمة إجراءات اتخذتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين في مواجهة قطر لتورطها في دعم وتمويل وإيواء الجماعات الإرهابية. وأوضح أبو زيد أن الوفد المصري في اجتماعات واشنطن يعتزم أن يطرح الرؤية المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بكل وضوح، كما سيقدم مزيدا من الأدلة التي تبرهن على دعم دول بعينها للتنظيمات الإرهابية وضرورة بلورة موقف حازم تجاه تلك الدول. استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، استقبل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية، وتم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأزمة الراهنة في المنطقة. وقد أثنى الشيخ صباح الخالد على مساعي المملكة المتحدة لإيجاد حل للأزمة الراهنة بين الدول الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب، في حين جدد جونسون قلق بلاده جراء استمرار الأزمة مناشدا جميع الأطراف ضرورة احتواء الاحتقان الجاري في المنطقة والاستعجال بإيجاد حل عبر الحوار، مجددا دعم بريطانيا الكامل للوساطة الكويتية لحل الأزمة. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا من الكويت السيد محمد الشرهان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد شرهان، ما الجديد الذي يمكن أن يضيفه وزير الخارجية البريطاني لبحث سبل احتواء أزمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر؟ أول شيء مساء الخير. مساء الخير طبعا. شكرا. ما لا شك فيه يعني أن بريطانيا لاعب أساسي المنطقة الخليجية، ودول الخليج لها علاقة يعني وطيدة مع المملكة المتحدة، والمملكة المتحدة يعني ما كان لها تعليق في بداية الأزمة أو كانت طالب التهدئة، ولكن بعد الرد القطري وما وصلت إليه الأمور من طريق مسدود، سأت الخارجية البريطانية من وجهة نظري أن يكون لها دور أساسي في هذه الأزمة من خلال التهدئة وبناء على يعني المعلومات المتوافقة لدينا أن قطر طلبت من بريطانيا أن تلعب هذا الدور، خصوصا أن الدول الأربعة الغير داعمة للإرهاب والمقاطعة لقطر هددت أو توعدت باتخاذ تدابير جديدة وشديدة ضد قطر، مما دفع القطريين التنجاد أو التوسل بالخارجية البريطانية أو المملكة المتحدة لتلعب دور الضغط بحكم موقعها الاستراتيجي أو علاقاتها الاستراتيجية والتاريخية مع دول المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد الشرهان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أكد مركز العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول اليوم أن القوات العراقية سيطرت على المدينة القديمة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بالكامل، ومن جانب آخر أعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل 35 عنصرا بداعش والقبض على 6 آخرين خلال محاولتهم التسلل إلى أيسر الموصل من الجانب الأيمن.
الآن مشاهدينا الكرام موعد أولى وقفاتنا ضمن هذه التغطية الإخبارية الشاملة. الوقفة الاقتصادية يقدمها لنا الزميل حسام عاطف. أهلا بك حسام. أشكرك على الهام وأشكرك دكتور علي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى وقفتنا الاقتصادية أهم ما فيها. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث إقامة مؤتمر استثماري عن مصر ببرشلونة، والجانب الإسباني يؤكد اهتمامه بالاستثمار بمحور قناة السويس. أهلا بكم من جديد. أكدت الدكتورة سحر نص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تطلعها للتعاون مع جمعية رجال ورواد الأعمال الإسبانية، وناقش الجانبان إقامة مؤتمر استثماري في برشلونة عن مصر لشرح مناخ الاستثمار فيها. الوزيرة أضافت أن الحكومة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية في المشاريع الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، وتعمل حاليا في مصر نحو 226 شركة إسبانية. قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، وتوقع معيط تراجع معدلات التضخم في مصر في مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة. معيط قال إن موازنة 2017-18 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية إحداث تغييرات أثناء السنة المالية. وتوقع معيط أن يصل متوسط سعر الفائدة على الإقراض المحلي حاليا بين 19 و20%. أعلن المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن وفدا بولندي رفيع المستوى يمثل المنطقة الاقتصادية البولندية سيبدأ زيارة لمصر يوم الاثنين المقبل لبحث الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس. يأتي الهدف من الزيارة إلى التعرف على كافة التفاصيل الإجرائية الخاصة بإقامة تلك المنطقة بمحور القناة في ظل وجود رغبة من عدد كبير من الشركات البولندية للاستثمار في مصر لتكون بمثابة نقطة انطلاق لتلك الشركات نحو القارة الإفريقية. بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة رندا أبو الحسن مديرة البرنامج في مصر، بحثوا آليات تعزيز التعاون بين البرنامج والوزارة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة المصرية. وبحث الجانبان سبل التعاون في تطبيق الإصلاحات الإدارية التي تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الإدارات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء وقادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية. إلى وزارة الإسكان، حيث كشفت الوزارة أنه سيتم طرح كراسات شروط حجز 59 قطعة أرض استثمارية بنظام السعر المحدد اعتبارا من 30 من يوليو الجاري وحتى 24 من أغسطس. الوزارة أضافت أن إجمالية مساحة الأرض تصل إلى 1664.24 من 100 فدان، يتم البيع بين الشركات القائمة بحيث تتقدم الشركة الراغبة بطلب متضمنا نسبة سداد مقدم وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض طبقا لموقع ومساحة كل قطعة، يتم سداده نقدا بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة. ننتقل إلى أخبارنا العالمية، حيث زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط للأسبوع 24 في 25 أسبوعا مع استمرار التعافي الذي بدأ قبل نحو عام، لكن وتيرة الزيادة تباطأت في الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار النفط على الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج والقضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وأعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات زادت منصات الحفر النفطية بواقع 7 حفارات في الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 763 منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل من عام 2015. مشاهدينا الكرام، انتهت أخبارنا الاقتصادية، وعودة جديدة إلى أخبار السياسة مع إلهام ودكتور علي. تفضل. شكرا لك حسين. شكرا جزيلا. مرحبا بحضراتكم من جديد. توصلت دول مجموعة 20 إلى تسوية حول المناخ لتجنب قطيعة نهائية مع الولايات المتحدة بعد إعلانها الانسحاب من اتفاق باريس. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن البيان الختامي لقمة 20 أخذ في الاعتبار موقف الولايات المتحدة الرافض لاتفاقية المناخ، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من معاهدة باريس الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. على صعيد متصل، تقدم اليوم المتظاهرون الذين احتشدوا بالقرب من مقر انعقاد قمة مجموعة 20 لليوم الثاني على التوالي بمذكرة احتجاج للأمانة العامة لقادة قمة 20 للتنديد بممارسات قطر بدعم وتمويل الإرهاب. ومن جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هذه التظاهرات غير مقبولة، مشيرة إلى أن أعمال العنف التي صحبت القمة قد تثير انتقادات تحمل صورة سيئة عن ألمانيا. حلقت مقاتلتان أمريكيتان صوب شبه الجزيرة الكورية للانضمام لمقاتلات كورية جنوبية ويابانية للقيام بتدريب على عمليات قصف ردا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية. وأجرت مقاتلتا B1B اللتان انطلقتا من قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة جوام مهمة مع مقاتلين من كوريا الجنوبية، وحلقت القاذفتان بالقرب من خط الترسيم العسكري في استعراض للقوى ضد كوريا الشمالية. وقد استجابت كوريا الجنوبية والجيش الأمريكي لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات عن طريق إظهار قدراتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ. أعلن مسؤولون أفغان مقتل وإصابة 32 مسلحا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان خلال تنفيذ عمليات عسكرية تضمنت غارات جوية في إقليم نانغرهار شرقي البلاد. وذكرت شرطة الإقليم أنه تم تنفيذ غارات باستخدام طائرات بدون طيار، حيث أسفرت الغارة الأولى عن مقتل 14 مسلحا على الأقل وإصابة 11 آخرين، بينما أسفرت الثانية عن مقتل 3 مسلحين. وفي سياق متصل، شنت عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان هجمات على العديد من النقاط الأمنية في إقليم نانغرهار، ما أسفر عن مقتل 2 من عناصر الحركة بالإضافة إلى إصابة عنصرين آخرين بعد تصدي القوات الأفغانية لهم وتبادل إطلاق النار معهم. أطلقت القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع متظاهرين يرشقون الحجارة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان في ذكرى مقتل زعيم للانفصاليين كان يحظى بشعبية كبيرة، كما تم نشر آلاف الجنود في ولاية كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وفرض منع تجول واسع، وقطعت كافة خدمات الإنترنت بعد أن دعا قادة الانفصاليين إلى أسبوع من التظاهرات. يذكر أن الإقليم المتنازع عليه شهد عددا من الاحتجاجات ضد الحكم الهندي منذ أن قتلت القوات الحكومية قبل عام برهان واني الشاب البالغ من العمر 23 عاما الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، وأثار مقتله موجة من الحزن والغضب في الشوارع وأدت إلى أشهر اشتباكات مع قوات الأمن. وختاما لهذه التغطية الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعقد اجتماع لاستعراض تقرير حول الحادث الإرهابي برفح ومتابعة الأداء الاقتصادي.
تشيع جثمين شهداء حادث رفح الإرهابي في جنازات مهيبة. القوات العراقية تسيطر بالكامل على الساحل الأيمن من الموصل ومقتل 37 من داعش. عند هذا الحد تنتهي هذه التغطية الإخبارية الشاملة بانوراما النيل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.